ألف بعد الشر عليك يا حبيبي. زياد ألف سلام عليك يا زياد. سيد مين اللي جنح حياتك ولا كسر لك دماغه؟ أنت عرفت منين اللي حصل يا سيد؟ عرفت زي ما عرفت. أنت مالك؟ طمنا عليك. أنت حاسس بإيه؟ عامل إيه دلوقتي يا زياد؟ يا جماعة خناقة وعدت، أنا مش عارف مكبرين الموضوع على إيه. كنت غطسان فين بقالك فترة يا سيد؟ ها؟ ما أنت عارف كل واحد بيجري على مصالحه. استأذن أنا بقى. نورت. سيد جاي عشان يطمن على زياد يا رحيم، أنت عارف هو بيحبه قد إيه؟ أظن دي فرصة بقى عشان تتصاف. سيد، رد عليا في المركب. لك عندي شغلانة. ليه يا أبو نزل؟ هو الواد اللي على البارة عندك واخد أجازة عايزني مكانه. وأنت شايفني غاويك قوي كده عشان أشغلك شغلانة مهمة زي دي؟ بقولك يا زياد، لو احتجت أي حاجة أي حاجة كلمني على التليفون. وليها رؤى. حبيبتي نسكافيه برد. دودو انت مش ناوي تجي لي عياده تاني ولا ايه؟ واجيلك ليه؟ ما انا المشكله اللي كنت فيها خلصت خلاص. المشكله خلصت بس انت لسه ما عدتيهاش. ما انا كويسه اهو زي الفل. دودو انت ما اتكلمتيش على الفتره الصعبه اللي فاتت، ما خرجتيش مشاعرك. لازم تتكلمي من اول الازمه ما بدات لغايه دلوقتي. قولي لها يا حبيبتي، قولي لها تاخد بالها من نفسها كويس ومن اللي حواليها كمان. ما يصحش ابدا تعملهم وحش مهما كان اللي حصل. تصوري انها ما رضيتش تركب مع عماد ساعه ما خرجنا من القسم. وايه اللي جاب سيره عماد دلوقتي يا ماما؟ ايوه لازم تفهميني وتفهمي صاحبتك ليه اصريتي تركبي مع رحيم وتسيبي عماد كده واقف وسط الشارع في منتهى الاحراج كده. عشان ما كانش ليا مزاج اروح معاه، بعدين رحيم هو اللي خرجني من السجن. ولا نسيتي؟ لا يا حبيبتي ما نسيتش، بس انت كمان ما تنسيش ان هو السبب في دخولك السجن. وبقى تاني الموضوع ده؟ ايوه تاني، لان حياتك كانت طبيعيه جدا طول ما هو في السجن. اول ما خرج الدنيا اتقلبت فوق دماغه. يبقى مين السبب، هو ولا لا؟ داليا الفتره اللي فاتت كانت صعبه واعصابك تعبانه ومش عايزه تيجي العياده. طب خلينا نخرج، خلينا نتبسط. اوكي اوكي ماشي اوكي. ده الملف اللي سيادتك طلبته مني، في اسم كل الموظفين الكبار اللي شغالين في البنوك وتحقق معاهم بعد الثوره. اتفضل سيادتك. لخص يا خالد. امر ما عليك. اول ورقه فيها جدول متدون فيه اسم كل موظف وموقفه القانوني. 21 معلوم شبه جنائيه. طب والتسعه بقى ايه؟ فيهم اتنين اسمهم عزت، واحد اسمه عزت منصور والتاني اسمه محمود عزت. ياه. حاضر يا فندم. محمود عزت اتقبض عليه وخرج لعدم كفاية الأدلة ودلوقتي شغال محاسب في سوبر ماركت. والتاني انتحر. انتحر؟ من امتى؟ تقريبا من سنة ونص. انتحر ولا اتقتل ولبسوه موضوع الانتحار ده؟ كل الشواهد بتقول انه انتحر فعلا. رمى نفسه من بلكونة شقته في الدور العاشر في مدينة نصر، والشقة دي كان مأجرها تقريبا قبل الحادثه دي بحوالي اسبوع. كانتش مع مراته اخته البواب ولا اي حد يا فندم. قبل الحادثه دي بسنه كان مطلق مراته، وكل الجيران بتقول ان مفيش اي حد كان بيزوره. ومراته فين دلوقتي؟ اتجوزت وقاعده في شقه في المقطم، وعنوانها موجود في الملف سيادتك. واجب نعزيها في جوزها الاولاني. تمام ماشي. بس عارف اهم حاجه في الليله دي ايه؟ ان الزبون ينبهر. فهمني يا بابا. صبح عظمته. اهلا يا شبوره، ايه الاخبار؟ الاخبار مش حلوه خالص الصراحه عظمته. ليه؟ يعني الموضوع متجعلص حبتين.
رحت عشان اسال على مراد، ده في عنوانه اللي اديتهولي. طلع عزل من هناك بقاله سنتين، قعدت اعس على حد يديني عنوانه الجديد لحد ما وصلت له. حلو. لا مش حلو، رحت عنوانه الجديد ده عشان اسال عليه، قالوا له انه اصلا خبطته عربيه ومات من سنه ونص. مات؟ طب وما تعرفش مسكوا اللي خبطه ولا لا؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته، سالت عليها، طلعت العربيه اللي خبطته وهبقت اختفت، محدش عرف يجيبها. طب وممدوح؟ لا ممدوح ده بقى حواره حوار، ده حواره متجعله سطر من مراد. ده بقى كان قاعد مع اصحابه في البيت سهرانين مع بعض، نزل يجيب علبه سجاير مرجعش، ايه اختفى. طلبوا البوليس معرفش يجيبه. قعدت بقى انا شمشم على حد يقول لي معلومه، يقول لي راح فين جاي منين، بس اهل المنطقه شكوا فيا، حسوا ان انا غريب. لقيت بقى نفسي داخل في سين وجيم وحا ودال، رحت مالس منهم في مينت الا مينت قبل ما يتحفل عليا. طب وقالوا ما صدقوا انه اختفى؟ ايه استعوض ربنا فيه؟ لا قالوا قدموا كذا بلاغ، بس الحكومه ما عرفتش تعمل حاجه. اصل انا لا مؤاخذه عظمته، يعني الحكومه هتدور على مين ولا مين؟ ما هو كل يوم في واحد بينزل من بيتهم وما بيرجعش. وحصل امتى الكلام ده؟ تقريبا من سنه ونص. برضه؟ ما فاتتنيش دي برضه عظمته. لا وصلت لحاجه؟ الصراحه لا. طب اخلع انت وعلى تليفونات. حصل عظمته. لتشوف. حبيب قلبي يا ناس، طبخت لك بايديا. يلا قولي بقى عامل ايه؟ الوجع خف شويه يا حبيبي؟ الحمد لله. طب وانت عامل ايه؟ تعبان؟ اكيد زعلان من اللي حصل، بس الحمد لله. قدر ولطف، قدر ولطف. انا مش زعلان من اللي حصل، انا زعلان من اللي انت بتعمليه. انا عملت ايه زعلك بس يا زياد؟ هو انت لغايه امتى هتفضلي مكسوره قدام سيد؟ سكتي سكتي زي كل مره بتسكتي فيها. مره لما رحيم اتسجن وخد منه المركب، والمره التانيه لما طرد جده هشام من القصر، والمره التالته لما ضربني قدامك وانت قاعده ما تهزتيش. كان غصب عني يا زياد. هو معقول يكون ده حب؟ هو في حد بيحب الاهانه؟ الاهانه بتضيع اي حب. بص يا زياد، انت مش فاهم. انا فعلا مش فاهم. في الاول قلت يمكن خايفه، رحيم مسجون، جده كبر في السن، هشام كلنا عارفين عايش نفسه بس. لكن دلوقتي ايه؟ انت عارفه انت اختي مين؟ انت اخت رحيم السيوفي. عارفه يعني ايه رحيم السيوفي؟ زياد في حاجات كتيره قوي انت مش عارفها. خلاص يبقى تعرفيني.